هي الطريقة كي لا ننصهر في هذه الفتن التي أصبحت تهدد حياتنا، تهددنا في ديننا. الفتن كثيرة، نشان ماشي نشان، صحيح. أكثر هذه الفتن وأخطر على الشباب واسمه، قولوا لي اسمه، النساء. أين توجد هذه الفتنة؟ فين؟ يلا حسبه، فين؟ في الشارع، زين؟ في الأسواق، المدارس، ثانويات، الجامعات، زين؟ الإعلام، تلفزيون، الإنترنت، وفي البيت، وفي البيت، وعند الجيران، حيثما حولت بصرك إلا ووقعت في الإثم. النظرة الأولى لك والثانية علي. ملي خصك تخرج كي غادي تخرج دير؟ إلا خصك دير هاك، هذه فتنة كبيرة ولا ماشي كبيرة؟ تهدد ديننا ولا ما تهدد؟ نعم، علاش؟ لأن غير النظرة الحرام سهم مسموم من سهام إبليس يوجه إلى قلبك. قال ما رأيت سهما تطلقه فيعود إليك إلا سهم النظرة الحرام. تطلق عينك ولكن السهم ديال العين لمن يولي؟ لقلبك. ما رأيت سهما تطلقه فيعود إليك إلا سهم النظرة الحرام. وفين عاد تمشي تهضر؟ فين عاد تمشي تشوف العري؟ فين عاد تمشي؟ مصيبة 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 يا كاس. الآن كيقول لك كي نديرو نسلكو. أولا لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فمن الذي ينجي ويثبتك؟ شكون؟ الله. ومن اعتقد أن غير الله هو من يعصمه بالفتنة فقد أخطأ. فتوجه إلى الله بالدعاء وقل كما كان يقول الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ياك زين، واش تقول؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. زين، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. زين، اللهم إنا نعوذ بك. زين، من الفسوق والفجور. ادعي الله، الله ولي. هذه الأولى، كيف ينجيك الله؟ ادعي الله. ثانيا، الدعاء وحده يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفي. واش خصني ندير؟ يعني خصني ندير زين الأسباب. من هذه الأسباب إن شاء الله مع الدعاء، واسم الأسباب؟ السبب الأول اسمه هو المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، فقد جعلهن الله حصنا للمؤمن يتحصن بهن ضد الوقوع في الفسوق. تكون أنت غادي للفتنة شويه شو اسمع الظهر، الله أكبر، روح للجامع. ها؟ ما بين الظهر العصر أنت راك غادي دير شي حاجة كذا كذا، الله أكبر، روح للعصر. فالله تعالى دار لنا الحصون ودار في أوقات عجيبة. الله تعالى انتظم الوقت بالصلوات الخمس، يناديك لتحل ببيته ضيفا حتى لا يترك لك متسعا من الوقت ليلعب بك الشيطان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا نودي للصلاة اذهبوا فأطفئوا تلك النيران بالصلاة. تحترقون بالذنوب، تحترقون تحترقون، فإذا أذن للعصر تذهبون لكي تطفئوا نيران المعاصي بالصلاة. تحترقوا هكذا الصلاة في وقتها. زين زين. ثاني الصحبة الطيبة. زين، مجالس العلم بحالها، مجالس العلم، قراءة القرآن، الاستغفار، الصيام، زين، الرياضة، زيارة المقابر، زين، الزواج. هو إذا كان يقدر الإنسان الزواج يبدي به، يبدي به، يبدي به، يبدي به الزواج. علاش الشاب اللي مدين مسكين علاش ما بغاش يتزوج؟ ما عندوش مسكين. أما الشاب اللي مدين أول حاجة اللي فكرها فيها الزواج، لأن الدنيا تاعو تكون مخلقة. ما يقدر يصلي في خاطره،
ما يدري واش عباد الله مسكين هو يا عنده مثلا 24 عام ولا 23 عام ويخرج له بلاكس راه اولياء الله هذو راه اللي مزوج وراه مشى راه اللي مزوج عنده 60 عام وراه مشى ما مشى الا من رحم ربك من الذي يمنع هؤلاء من العصيان انه الخوف من الله تعالى هو قاع عنده المراه وعنده المراه ديكوتاتو يدخلها تظل تسبو ما مشي حتى لتما يزيد او لا يدخل عليها ويسبها معمره بزعفران وكذا وبرا الريحه وكذا كي غادي يجري ولا للدار يكره كاع يمشي للدار كاع هذا لك بالصوره فيها لا مشى للدار راه مخير الى ولا روح لك للدار ها هو راه يضحك السيده الناس هو مزوج ها ما قال راه يضحك يلا شت ولذلك واسمه هو واسمه غادي يدير واسمه غادي مور الدعاء تاعي واسمه يدير زين غض البصر ياك وتشغل الوقت تاعك في طاعة الله ولا ما كانش طاعة الله دير المباحات الرياضة كذا ما تخليش لروحك الوقت لأن إذا لم تملأ الوقت بما ينفع ملأه الشيطان بما لا ينفع هذا هو